وكان يتغافل عما لا يشتهي، ولا يؤيس منه راجيه، ولا يخيب فيه أحدا. يتغافل عما لا يشتهي، كان النبي ما يعلقش تعليقات سلبية مثلا على الأكل. لو في أكل لا يشتهي كان خلاص لا ينظر لي صلى الله عليه وسلم. العرب ساعات كانوا بيأكلوا أكلات النبي ما كانش يحب يأكلها، زي الضب مثلا، حاجة زي السحلية كده، مش حرام بس النبي ما كانش بيحب يأكلها عليه الصلاة والسلام. فكان يتغافل عما لا يشتهي، فما تلاقيش بينظر بامتعاض لأي حاجة في الأكوان أبداً.